بحضور مالا بختيار مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، انطلقت أعمال مؤتمر طريق السلام والديمقراطية والاعتدال ضد التطرف في مدينة السليمانية بمشاركة واسعة من قبل عدد من اتحادات الشبيبة العربية والدولية ومركز أولف بالما الدولي. وفي مستهل انعقاد المؤتمر رحب مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الوطني الكردستاني تحسين نمق بالوفود المشاركة، مؤكدا أن الاتحاد الوطني الكردستاني سيبقى على العهد والوفاء في تقديم التضحيات من أجل الديمقراطية والسلام. نعقد مؤتمرنا في هذه الظروف الاستثنائية والصراع المحتدم حول مستقبلنا وآفاق تطوره، لنقدم خلاصة تجربتنا ورؤانا تحت ظروف الشرق الأوسط والتأثيرات السياسية والأيديولوجية والبعد الأقليمي والدولي على الأزمة الراهنة وتداعيات هذه الأوضاع وتأثيرات هذه الأحداث على القضية الكردية في هذه المنطقة. ممثل اتحاد الشبيبة الاشتراكية الديمقراطية في العالم العربي من جانبه أكد أن انعقاد المؤتمر في السليمانية تعبير حي لجميع الشعوب المناضلة من أجل الحرية والسلام والديمقراطية. يقدمون نماذج من البسالة والعنفوان والكرامة، يلقنون العالم دروسا في الشجاعة والإقدام، ويخوضون حربا ضد الهمجية والوحشية باسم الإنسانية وبإجماع كل شعوب الأرض. فلا يسعني إلا أن أستذكر قبل كل شيء رموز الحرية والكرامة: بيرفان سوسن، ريحانة، اللواء شيركوشواني، اللواء حسين منصور، وباقة من أبطال رووا الأرض بدمائهم الطاهرة. فلا يمكن أن نبدأ إلا بوقفة إجلال وإكبار، وقفة عزة وفخر. مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني مالا بختيار أشار إلى أن الهدف من انعقاد المؤتمر دعم قوات البيشمركة وإيصال رسالة السلام والديمقراطية من كردستان التي أضحت أملا للعالم في مواجهة الإرهابيين، مستذكرا بأن الكرد واجهوا شتى أنواع الاضطهاد في ظل الحكومات الدكتاتورية، ولكنهم صبروا من أجل التحرر وصمدوا وتمسكوا بمبادئ الديمقراطية التي أوصلتهم إلى بر الأمان. باسم الاتحاد الوطني الكردستاني نرحب بكم أجمل ترحيب، ونحمل بشرف كبير تحيات قائدنا ومعلمنا مام جلال إلى المؤتمر المؤقت. عقد هذا المؤتمر في سليمانية في كردستان في خضم هذه الأحداث المصيرية إن دل على شيء إنما يدل على أن التجربة الديمقراطية في كردستان أثبتت نجاحاتها، والانتصارات الباهرة لقوات البيشمركة في جنوب كردستان والشربانان في كوباني وغرب كردستان والصمود للجديلاء في قنديل وفي شمال كردستان أثبتت الأحداث بأنه هذه الأمة أمة واعدة وصاعدة من أجل التحرر من أجل الديمقراطية. كنا نحن الأمة الكردية نواجه الأنفال السلاح الكيميائي، صبرنا وتمسكنا بخنادقنا وبنادقنا من أجل التحرر. أثبت التاريخ بأنه ما كنا نشخصه ونصبر من أجل تحقيقه بأننا كنا على صوابهم كانوا على خطأ وإجرام تاريخي. انعقاد مؤتمر طريق السلام والديمقراطية والاعتدال ضد التطرف في مدينة السليمانية بمشاركة عربية ودولية واسعة دليل نجاح التجربة الديمقراطية في إقليم كردستان. يشار خالد، فضائية كركوك. في كركوك أشاد البطريرك مار إغناطيس الثالث يونان بطريرك